والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأب أو مع اسم الجد أو مع النسبة ولم يتميز بما يخص كل منهما، فإن كان ثقتين لم يضر. يستأنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الكلام على أنواع الرواية، فمن أنواع الرواية أن يروي الراوي عن اثنين، أي عن شيخين متفقي الاسم، اسمهم واحد. الشيخ ده اسمه محمد وهذا اسمه محمد، ده اسمه أحمد وده اسمه أحمد. أو مع اسم الأبي، أن يكون اسمه واسم أبوه واحد، محمد بن عبد الله، يروي عن اثنين اسمهم محمد بن عبد الله. أو مع اسم الجد، يكون اسم الجد برضو ايه واحد. او مع النسبة، يعني مثلا الدراوردي، اثنين نسبتهم الدراوردي، اثنين نسبتهم البخاري، اثنين نسبتهم الدراقطني مثلا، يكون النسبة متفقة ولم يتميز بما يخص كل منهما. يعني الشيخ ده مش معروف، او الراوي مش معروف ان هو بيروي عن واحد منهما بعينه، لم يتميز الشيخ بروايته اي او بروايته لراوي معين، يعني الاثنين في مستوى واحد، هو بيروي عن ده وعن ده، عن هذا وعن ذاك. فإن كان ثقتين لم يضر، يعني لو كان الاثنين دول اللي احنا مش عارفين هو الراوي بيروي عن أنهي فيهم، إن كانوا الاثنين ثقتين يبقى مفيش مشكلة، فالحديث كده كده صحيح. يعني معنى هذا إن كان واحد فيهم ثقة وواحد فيهم ضعيف ذلك يضر، لأن احنا مش عارفين بقى هو يقصد الثقة ولا يقصد الضعيف. يعني واحد بيروي عن اثنين اسمهم محمد بن عبد الله، واحد ثقة وواحد ضعيف، طيب احنا مش عرفنا ان هو يقصد الثقة، يعني يمكن يقصد الضعيف. لكن لو الاثنين ثقة ثقتان يبقى ايه مفيش مشكلة، واحد فيهم ثقة وواحد ضعيف يبقى فيه مشكلة. ومن ذلك ما وقع في البخاري في روايته عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب، فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى. لما البخاري يروي عن أحمد، طب هو أحمد مين؟ ابن صالح ولا ابن عيسى؟ أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق، فإنه إما محمد بن سلام أو محمد ابن يحيى الذهلي. وقد استوعبت ذلك، الحافظ بقى بيقول: وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري. هو فتح الباري، اللي هو فتح الباري، مقدمة فتح الباري. وهناك أربعة متفقين في الاسم واسم الأب واسم الجد: أحمد ابن جعفر ابن حمدان، أحمد ابن جعفر ابن حمدان،
يوجد أربعة اسمهم أحمد بن جعفر بن حمدان، والأربعة في طبقة واحدة وموجودين في عصر واحد. طب لما واحد يجي يقول بقى عن أحمد بن جعفر بن حمدان، يا ترى هو مين في الأربعة؟ لازم إيه؟ عايز بحث. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز أحدهما عن الآخر، فباختصاصه، اختصاصه أي إيه؟ كثرة الملازمة. يعني نشوف هو كان بيلازم مين أكتر. لما واحد مثلا حيروي عن أحمد بن جعفر بن حمدان، نشوف اللي بيروي عن أحمد بن جعفر بن حمدان ده هو كان ملازم لمين في الأربعة دول أكثر، ويبقى هو ده المقصود. وساعات بنبقى متأكدين إن فلان ده لا يروي إلا عن أحمد بن جعفر بن حمدان اللي هو فلان، فبنشوف هو الراوي كان ملازما لمن. فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل. يبقى الشخص الآخر ده بنسميه إيه؟ مهمل. يعني إحنا عيننا واحد منهم، عيننا واحد منهم، عرفنا واحد منهم، واضح؟ يبقى اللي ما عرفنا يبقى التاني ده اسمه إيه؟ بنسميه إيه؟ الشخص الآخر ده مهمل. يبقى المهمل ده الاسمين معروفين ولكن يشتبه علينا أيهما يريد الراوي، بعكس بقى المبهم. المبهم اللي احنا ايه درسناه قبل كده، المبهم ده الراوي يقول ايه؟ أخبرني رجل. طب هو مين الرجل ده؟ ما حدش عارف. أخبرني شيخ ولا يعين الاسم. لكن هنا هو بيقول أخبرني فلان، يعني مثلا محمد، أحمد، لكن في كذا محمد وكذا أحمد، هو مين فيهم؟ لو عرفنا هو مين فيهم يبقى الثاني اسمه إيه؟ المهمل. واضح؟ ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا، يعني ما قدرناش نعرف هو مين فيهم، أو الراوي ده كان ملازم لمين أكتر، أو إن هو كان ملازم للاتنين مع بعض، كان بيروي عن ده ويروي عن ده، وملازم لهذا وملازم لهذا. في الحالة دي بقى الحافظ بيقول إيه؟ فإشكاله شديد. دي مشكلة بقى، هنقدر نعين مين فيهم؟ ده هو بيروي عن الاتنين، هنقدر نعرف هو مين فيهم ازاي؟ فيرجع فيه إلى القرائن والنظر الغالب. دي عايزة بقى إيه؟ بحث ودراسة. وممكن نلاقي يعني مثلا في إسناد عند البخاري فيه المشكلة دي، ممكن نجد هذا الحديث موجود مثلا عند النسائي وذكر فيه هذا الشخص، أي عين هذا الشخص، عين هو مين فيهم، أو في أي كتاب آخر من كتب السنة نجد الآخر هذا المصنف الآخر عين هذا الرجل، فنعرف أن المقصود في الرواية هذه اللي في البخاري هو فلان. ودي إحدى الطرق اللي نقدر نعرف بيها أو نعين بيها الاسم المهمل وغير المهمل. واضح؟
وإن روى عن شيخ حديثا، الراوي بيروي عن شيخ حديث، فجحد الشيخ مرويه، قال أنا ما حدثتوش بهذا الحديث. الشيخ بيقول أنا ما حدثتش بهذا الحديث، والراوي بيروي عنه أنه هو حدث. طب نعمل إيه؟ فإن كان جزما كأن يقول كذب علي. الشيخ هيجزم ويؤكد ان هو ما رواش هذا الحديث، فيقول كذب علي، اي الراوي ده كذب علي، انا ما قلتش هذا الحديث ولم احدثه بهذا الحديث، فهو كذب علي. او ما رويت هذا، يعني انا لم اروي هذا مطلقا. فالشيخ هنا بيجزم ويؤكد انه لم يروي هذا الحديث او نحو ذلك. فإن وقع منه ذلك، أي وقع ذلك من الشيخ، رد ذلك الخبر. يبقى الخبر إيه؟ كله مش هناخد بيه، لن نأخذ بهذا الخبر. ليه بقى؟ لكذب واحد منهما لا بعينه. لأنه في الحالة دي يبقى واحد فيهم هو اللي بيكذب، يا الراوي يا الشيخ. بس هو بقى مين فيهم، الراوي ولا الشيخ؟ لا نعلم. يبقى الرد الحديث بالكلية. وده هذا المذهب محكي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه، وبعضهم نقل الإجماع على ذلك أنه الحديث يرد بالكلية. طيب هنفترض بقى ان احنا استطعنا ان نتوصل لقرينة من القرائن ان الشيخ هو الذي يكذب. يبقى في هذه الحالة الحديث يعتبر صحيحا، لان الراوي هنا صادق، الراوي صدق في انه روى عن الشيخ هذا الحديث، وقدرنا نعرف ان الشيخ بطريقة ما لا ايه كان ايه يكذب في هذا، او نسي. يبقى في الحالة دي الحديث ايه يعتبر مقبول. واضح؟ له مثال في الواقع يا شيخ، له مثال في الواقع. هو ال لا لا، غالبا هذه الأشياء بتبقى ليها مثال في الواقع، وإلا إيه لم يسردها الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر كان إيه واسع الاطلاع، فكل هذه الأمور قد قابلته في البحث. رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارض. يعني الحالة الأولى اللي احنا ايه ما نقدرش نفرق هل الشيخ هو اللي بيكذب ولا الراوي، يبقى في ايه ما نقدرش نقول ان هذا يقدح في الراوي او الشيخ، إن إحنا ما زلنا لا نعلم في أي منهما الذي يكذب على الآخر. أو كان جحده احتمالا، يعني جحد الشيخ للرواية كان احتمالا. إزاي؟ كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، هو ما يتذكر أنه حدث بهذا الحديث. يبقى في الحالة دي في احتمال أنه محدث، واحتمال أنه لم يحدث. ففي الحالة دي نعمل إيه؟ قال لك قبل ذلك الحديث في الأصح. طيب هنقبل الحديث ده ليه؟
قال لك لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ. هو الراوي متأكد أنه شيخه حدث بهذا الحديث، جه الشيخ قال إيه ما أذكر هذا، لكن الراوي متذكر والراوي متأكد في الحالة دي نقبل هذا الحديث. ليه؟ لأن بنفترض أن الشيخ قد نسيه. وقيل لا يقبل، قيل هنا ده إيه مذهب بعض الأحناف أن هذا لا يقبل أيضا. ليه؟ قال لك لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، الفرع تبع للأصل، فالأصل يقول أنا حدثت يبقى إيه كلام صحيح، ما حدثتش يبقى ما حدثش، لأنه هو الأصل. بحيث إذا ثبت الأصل الحديث، يعني الشيخ أثبت الحديث، ثبتت رواية الفرع، وكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. يعني الراوي هو التابع والشيخ هو الأصل وهو المتبوع، فإحنا بنخلينا مع مين؟ مع الشيخ ومع الأصل. ده الأحناف بيقولوا كده، وهذا متعقب. حافظ بيرد هذا الكلام وينتقده. ليه بقى كلام الأحناف هذا إيه منتقد؟ ليه؟ قال لك فإن عدالة الفرع تقتضي صدقه، بدم الفرع ده عدل وثقة يبقى ينبغي إن احنا نصدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه. الشيخ لما إيه ينتفي عنه هذا العلم إنه هو حدث ولا ما حدثش، هذا لا ينفي أنه حدثه. وراح ذكر بقى إيه قاعدة، هذه القاعدة نمشي عليها في كل شيء، تمشي معنا في الحديث وتمشي معنا في الأصول وتمشي معنا في اللغة وتمشي معنا في كل حاجة. قاعدة دي بتقول إيه؟ فالمثبت مقدم على النافي. هو الراوي بيقول الشيخ حدثني، فيبقى كده أثبت التحديث، والشيخ بيقول أنا مش فاكر أو ما حدثتوش، فالشيخ هنا إيه نافي. طب لما يتعارض المثبت مع النافي نقدم إيه؟ المثبت. فاهمين القاعدة دي؟ يعني مثلا أنا إيه دخلت المسجد، دخلت المسجد وقلت أنا شفت الشيخ خير النظام في المسجد في صلاة العصر، وجاء أحد الإخوة منكم وقال هو لم يكن بالمسجد في صلاة العصر، يبقى نقدم مين؟ لا مش عشان هو الشيخ عشان هو المثبت. ليه؟ لجواز إن هو لم يره، هو كان في المسجد في ركن من الأركان أو مكان من الأماكن وهو لم يره، لكن أنا شفته، يبقى هنا إيه المثبت مقدم على الإيه على النافي، لأن المثبت معه زيادة علم. وأما قياس ذلك بالشهادة، يعني لو الأحناف بيقيسوا هذا على الشهادة، الشهادة اللي هي إيه أمام القضاء، الشهادة أمام القضاء، واحد يشهد أمام القاضي. وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد. ف
فهم بيقيسوا ذلك بالشهادة إزاي؟ قال لك لأن تكذيب الأصل يعتبر جرحا في شهادة الفرع. يعني لو الشاهد جه جاء أمام القاضي وقال أنا سمعت فلانا يقول كذا، وجه هذا القائل وقال أنا ما قلتش، يبقى هناخد بكلام مين؟ الأصل، لأن الأصل اللي هو من قال هذا الكلام بيقول لك أنا ما قلتش. يبقى تكذيب الأصل للفرع جرح للفرع في الشهادة. يبقى كده كأن الفرع ده بيكذب، كأن الفرع ده بيكذب. فالأحناف قالوا طب احنا نقيس هذا على الرواية، الشهادة هنقيسها على الرواية. يبقى تكذيب الأصل للفرع جرح في رواية الفرع. فالحافظ بقى بيقول لهم لا، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل. القاضي لما هيجيب واحد فرع وهو يقدر ان هو يسمع الأصل، طب هيجيب الفرع ليه؟ لماذا يأتي بالفرع والأصل موجود؟ أما هنا في الرواية فالأصل إما ناسي أو متردد، إما ناسي أو متردد. وكذلك باب الشهادة أضيق من باب الرواية، باب الشهادة أضيق من باب الرواية. ففاسد لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. يعني ما ينفعش ان احنا نقيس الشهادة هنا على الرواية او الرواية على الشهادة، فنكذب الفرع. واضح؟ ده في حالة إذا كان الشيخ ناسيا أو مترددا، لكن إن كان الشيخ جازما بذلك، يعني قال أنا ما رويتش هذا ولم أحدثه بهذا، يبقى وجب رد هذا الحديث. الحالة اللي ذكرها الحافظ هنا في حالة إذا ما كان الشيخ ناسيا أو مترددا. وكذلك إذا جاء الشيخ بعد ذلك وحدث بهذا الحديث بعينه، يعني هو قال أنا لا أتذكر أني حدثت بهذا الحديث، ثم جاء بعد فترة وحدث بهذا الحديث، يبقى في الحالة دي يقبل هذا الحديث. أو إن واحد ثقة آخر من أقران الراوي حدث به عن الشيخ، قال ده الشيخ فلان حدثني بهذا الحديث والشيخ لم يكذبه، يبقى في الحالة دي برضو نقبل هذا الحديث. وهذا الذي ذكرناه هو أيضا عزاه الشاشي للإمام الشافعي رضي الله عنه. قال لك الدليل على أن الإمام الشافعي كان بيقبل هذا أن الشيخ ربما ينسى ويقول أنا لم أحدث بهذا الحديث،
فالإمام الشافعي بيقبل هذا الحديث مع أن الشيخ ينفي أنه حدث به ولا يذكر. فقال لك إن الشافعي رضي الله عنه بيروي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، أعرف أنه خلص صلاة لأن بقى إيه بسمعه إيه بيكبر. فعمر بن دينار بيقول إيه: ذكرت هذا الحديث لأبي معبد فقال: لم أحدثك هو، يعني أنا ما قلتلكش الكلام ده، لم أحدثك بهذا الحديث. فقال عمرو له: قد حدثتني، أنت حدثتني بهذا الحديث وأنا متذكر. فالإمام الشافعي بيقول إيه: فكأنه نسيه بعدما حدثه إياه. فالإمام الشافعي أخذ بهذا الحديث وقبله، حتى مع أن أبي معبد قال لعمرو بن دينار: أنا ما حدثتكش بهذا الحديث. فالإمام الشافعي بيقول إيه؟ لعله نسيه، وقبل هذا الحديث وأخذ به. الأول اللي هو إيه؟ عدم القبول. الأول القبول. ما الأول القبول، وهذا مذهب الشافعي. الثاني هو مذهب بعض الأحناف أنه لا يقبل هذا الحديث. وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي. يعني في جماعة من الأئمة والرواة نسوا الحديث بعدما حدثوه للناس، فجمعها الإمام الدارقطني في كتاب. طيب، في مسألة أخرى: لو حدث الراوي بحديث عن شيخه ثم جاء بعض الرواة الذين يروون عن هذا الشيخ أيضا وأنكروا رواية الشيخ لهذا الحديث أو تحديثه بهذا الحديث، واضح الصورة؟ راوي بيروي عن الشيخ، فالتلامذة بتوع الشيخ قالوا: لا، الشيخ ما قالش الكلام ده، الشيخ لم يحدث بهذا الحديث. فقال لك في هذه الحالة: إذا كان الراوي الذي حدث بهذا الحديث عن الشيخ من مشاهير الرواة عن هذا الشيخ، يعني يروي عنه كثيرا ومعروف بكثرة ملازمته لهذا الشيخ، يبقى في الحالة دي إيه؟ بنقبل هذا الحديث. طيب، مش معروف إنه هو كان ملازم ليه ولا كبار أصحابه ولا شيء، يبقى نقبل في هذه الحالة كلام الآخرين الثقات الذين يروون عن الشيخ وطالت ملازمتهم له لأنهم أدرى بحديث شيخهم. لكن هذا الذي يروي عن الشيخ وهو ليس من كبار أصحابه ويروي حديثا لم يرويه بقية أصحابه، فحينئذ يرد هذا الحديث. احنا بنفرق التلميذ ده ملازم للشيخ ومن كبار أصحابه ولا مش ملازم. لو ملازم ومن كبار أصحابه يبقى نقبل هذا الحديث حتى ولو رده الآخرون. أما إن كان أو إن لم يكن من كبار أصحاب الشيخ وممن لازمه كثيرا، يبقى نقبل قول الآخرين ونرد قوله.
وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها. يعني الحافظ بيقول إن الكتاب اللي صنفه الدارقطني ده اللي هو من حدث ونسي ده يؤيد المذهب اللي احنا اخترناه وهو المذهب الأول وهو مذهب الإمام الشافعي إن احنا بنقبل هذا الحديث لكون كثير منهم كثير من هؤلاء الرواة حدثوا بأحاديث فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، نسوا ما حدثوا به، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم عن أنفسهم. يعني هو مش فاكر، يعني أنا حدثت مثلا فلان بحديث وجيت بعد كده أنا نسيت إن أنا حدثته بهذا الحديث، فكان الشيخ يجي يعمل إيه؟ يقول أنا أروي هذا الحديث عن فلان عني مرة أخرى، لو أنا ناسي، لكنه يثق في التلميذ وفي أنه يصدق وفي أنه غير كاذب عليه، فيقول إيه؟ حدثني فلان عني كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين، اللي هو إن اليمين مع الشاهد. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، فلقيت سهيلا. عبد العزيز بيقول إيه؟ أنا لقيت سهيلا، رأيته فسألته عنه فلم يعرفه، قال أنا ما حدثتش، مش فاكر أن أنا حدثت بهذا الحديث، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بهذا، يعني ربيعة حدثني عنك بهذا الحديث وأنت لا تذكره. فكان سهيل بعد ذلك يقول، بعد هذه الحادثة يعني، يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. إن هو يشوف بقى يعني إيه دقة الرواة ودقة الأئمة، يعني هو كان ممكن يقول إيه بدل خلاص هو فاكر يبقى مش مشكلة، لا ده هو شوف وصلت به الدقة والإتقان إلى إنه يقول حدثني ربيعة عني. فانظر إلى إتقان هؤلاء وضبطهم وصدقهم مع الله عز وجل ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. ونظائره كثيرة، يعني مثل هذا كثير. وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء، يعني الرواة رووا إسنادا معينا بطريقة معينة في الأداء، إزاي؟ كسمعت فلانا، قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ وغيرها من الحالات القولية، كسمعت فلانا يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان إلى آخره. هنا الحافظ بيتكلم عن ما يسمونه بالحديث المسلسل، حديث المسلسل، إن كل رواة الإسناد يحدثوا بطريقة واحدة، هذا يقول حدثني فلان حدثني فلان، أو سمعت فلان سمعت فلان سمعت فلان، أو يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان، والشيخ يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان، والشيخ الآخر يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان، وهكذا
يبقى ايه الاسناد كله تتحد صيغة الأداء فيه، وصيغ الأداء دي إما أن تكون قولية زي ما احنا قلنا كده، أو فعلية، أو تجمع القول والفعل معا. فبيقول أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، ويجي الشيخ بتاعه يقول إيه دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا وحدثنا كذا، ثم شيخه يقول دخلنا على فلان اللي هو شيخه يعني وأطعمنا تمرا وهكذا. يبقى الحديث مسلسل بالإطعام بالتمر، الراوي يدخل على شيخه فيحدثه بهذا الحديث ويديله إيه تمر يأكله، وهكذا إلى أن ينتهي الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا من الضبط والإتقان. شوف يعني حتى كانوا بيروا أدق التفاصيل، أدق التفاصيل بيحكوها، أنا دخلت على فلان واداني تمر وحدثني بهذا الحديث. أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل. وده حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي تصديق بالنجوم وتكذيب بالقدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. ولا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما حدث بهذا الحديث أخذ بلحيته وقال آمنت بالقدر. فالصحابي لما جه يحدثه للتابعي أخذ بلحيته وقال آمنت بالقدر، والتابعي لما جه يحدثه اللي بعده أخذ بلحيته وقال آمنت بالقدر. طبعا هذا الحديث وإن كان فيه ضعف فإن معناه صحيح. لا، الفعلية هو بيوصف فعل قام به الراوي. ايه الفعل ده؟ انه ادى للراوي عنه تمر، اهو فعل اهو، وانت ما جيت تحدثه لاخيك فاديته تمر، اهو كل ده افعال. هو ما بيتكلمش هنا عن الحديث نفسه، هو بيتكلم عن كيفية أخذ الراوي للحديث عن شيخه. فمرة يبقى صيغة أو صفة الأداء متعلقة بالفعل، إن كل راوي يجي ياخد الحديث من شيخه يقوم شيخه يديله تمر، ده فعل ولا قول؟ فعل. طيب القول زي ما الحافظ قال في الأول، كل ما الشيخ يجي يحدث حديث للراوي يقول أشهد بالله لقد حدثني فلان بهذا، والراوي لما يجي يحدثه للتلميذ يقول أشهد بالله لقد حدثني شيخي بهذا، يبقى ده إيه، قول ولا فعل؟ قول. طيب القول والفعل معا بقى زي إيه؟ زي الحديث بتاع القدر. فيقوم الشيخ يأخذ بلحيته، يقبل على لحيته ويقول آمنت بالقدر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث ما زالت مروية حتى يومنا هذا يا سيدي، مسلسلات. في كتب بتتكلم عن المسلسلات. أقصد يعني يروي عن جيل عن جيل عن جيل إلى يومنا. وفي إلى يومنا هذا.
وأشهرها في هذا العصر الحديث المسلسل بالأولية اللي هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وفي رواية يرحمكم من بالسماء. فكل شيخ يجي يحدث تلاميذه بهذا الحديث يقول حدثني فلان وكان أول حديث حدثني به عن فلان وكان أول حديث حدثه به، وهكذا إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت يعني جرت عادة المحدثين أن أول حديث يحدث به تلاميذهم في مجالس التحديث هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. فالحديث المسلسل بالأولية من أشهر الأحاديث المسلسلة التي ما زالت موجودة إلى عصرنا هذا. في كتب زي ما ذكرت لكم في المسلسلات، فمنها مثلا المصافحة، إن لما الشيخ يجي يحدث تلميذه بحديث يصافحه أو يأخذ بيده وهكذا، الشيخ يجي يحدث التلميذ فيأخذ بيده، ثم الراوي أو التلميذ لما يجي يحدث من بعده يأخذ بيده، أو أنه يضع يده على رأسه فيحدثه بهذا الحديث وهكذا. كل راوي يحدث بهذه الطريقة، أنه يضع يده على رأس التلميذ ويحدثه بهذا الحديث، وهكذا تجدها في كل الإسناد. فائدة المسلسل إيه؟ الحديث المسلسلة، أولا الاقتداء والتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا قلنا إن بتبدأ من أول الإسناد إلى آخره إلى منتهاه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث بهذا الحديث فعل كذا، فالصحابي يقتدي به والتابعي يقتدي به وهكذا إلى أن تصل إلى آخر راوي. فيبقى أول حاجة من فوائد الحديث المسلسلة الاقتداء والتبرك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله. تاني حاجة أنها تدل على مزيد ضبط من الرواة، يعني هو لا يكتفي فقط بأن ينقل الحديث، بل يتعدى الأمر إلى أنه ينقله بكل تفاصيله التي حدثت. فيقول الشيخ لما حدثني بهذا الحديث فعل كذا، فهذا يدل على مزيد ضبط وإتقان. نعم، ممكن إن شاء الله أنا بنحدثكم بالحديث الراحمون يرحمهم الرحمن إن شاء الله، نجيب لكم الإسناد بتاعه بكامله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحدثكم به إن شاء الله. وهو من صفات الإسناد، المسلسل هذا من صفات الإسناد، وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولي أو الحديث اللي احنا ذكرناه ده، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط. يعني حديث الأولية اللي هو الرحمون يرحمهم الرحمن بينتهي التسلسل فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. يعني بعد سفيان بن عيينة أو من قبله لم يكن هذا أول حديث حدثه به،
صيغ الأداء المشار إليها إليه على ثماني مراتب. الحافظ بعد كده بقى هيتكلم عن صيغ الأداء، يعني كيف يتلقى الراوي الحديث من شيخه، كيف يتلقاه، أو كيف يحدث الشيخ الراوي بهذا الحديث. لما يجي يحدثه هيقول له إيه؟ فقال إن هذه الصيغ تقع على ثمان مراتب. الأولى: سمعت وحدثني، سمعت وحدثني. وهنا قدم سمعت على حدثني، يعني الأولى أن يسمع الراوي من الشيخ، يعني الشيخ هو اللي يقرأ والراوي أو الطالب يسمع. فعندما يؤدي هذا الحديث يقول سمعت. طيب، وحدثني، فأخر حدثني ليه؟ قال لك لأن حدثني قد لا تدل على السماع، مش لازم تدل على إنه سمعوا منه الأذن. قال لك والدليل على ذلك إيه؟ حديث الرجل الذي يقتله الدجال، وده عند مسلم في الصحيح. فالراجل ده بيقول للدجال إيه؟ أشهد أنك الرجل الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الدجال وحذرنا منه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم مع مين؟ مع الصحابة. فهذا الرجل الذي يأتي في آخر الزمان ويقول للدجال أشهد أنك الرجل الذي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عنه أو حدثنا عنه، طب هو الرجل ده سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما سمعوش طبعا، ولكن هو يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أمته به أو حدث أمته عن الدجال، فكأنه سمعه. طبعا في بعض العلماء بيبالغ شوية يقول إيه أصلا ممكن يكون ده الخضر عليه السلام وهو يكون فعلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم. لا، احنا هنخلينا على الايه، على الظاهر والامر العادي. فهذا الرجل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بامر الدجال، ولكن هذا الرجل يقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم حدث امته عن الدجال. فلذلك الحافظ ابن حجر هنا اخر حدثني عن سمعت، يعني هو قدم سمعت على حدثني. قال لك لأن حدثني قد لا تدل على السماع مباشرة. ثم أخبرني، دي بقى المرتبة الثانية، وقرأت عليه. فالإخبار يحتمل بالإضافة إلى السماع يحتمل الكتابة، يعني أنا لما أكتب لك كتابا وإنت مش موجود معايا وهذا الكتاب أرسلته إليك، فيجوز أن تقول أخبرني فلان عن طريق الإيه؟ الكتاب، ويجوز أيضا عن طريق المشافهة، إن أنا إيه؟
تكلمت معك مشافهة، أي وجها لوجه. فإذا أخبرني تحتمل هذا وتحتمل هذا. وقرأت عليه، يعني أنا قاعد بقرأ الكتاب والشيخ قاعد بيسمع. والحافظ هنا أي قدم كلمة أخبرني على إيه؟ قرأت عليه. العراقيون قدموا العكس بقى، قدموا قرأت عليه على أخبرني أو سمعت وحدثني. والإمام البخاري قال هما سواء، يعني أخبرني زي قرأت عليه زي حدثني زي سمعت، عند الإمام البخاري سواء، كل هذه الألفاظ سواء. ثم قرئ عليه وأنا أسمع، دي المرتبة الثالثة، يعني أنا قاعد بسمع واحد تاني بيقرأ على الشيخ، واضح؟ شخص يقرأ على الشيخ وأنا قاعد بستمع. فلما أنت إيه أو الراوي يأتي ويؤدي هذا الحديث يقول قرئ على الشيخ أو قرئ على فلان وأنا أسمع، فكأنه حدثه به. المرتبة الرابعة أنبأني، أنبأني، ودي تحتمل الإجازة، تحتمل الإجازة، بل هي في عرف المتأخرين بمعنى الإجازة، أي أنبأني إجازة. طيب الإجازة لها أركان، مجيز هو الشيخ، ومجاز له هو التلميذ، ومجاز به اللي هو الأحاديث أو الكتاب اللي هيبعته الشيخ للتلميذ، والإجازة لفظ الإجازة، أن الشيخ يقول للتلميذ أجزتك بكذا. دي بأركان الإجازة إيه؟ أربعة. ولا يشترط في الإجازة قبولها، يعني مش لازم التلميذ بعد ما الشيخ يجيزه يقول له ايه قبلت، ليس شرط. ثم ناولني، ودي المرتبة الخامسة، وهي أرفع أنواع الإجازة اللي هي الايه المناولة، وهيجي معناها بعد كده. المناولة إن أنا هذا الكتاب فيه أحاديث أنا أرويه فأناولها لك باليد وأقول لك هذه مروياتي فارويها عني، يبقى إيه سموها المناولة لأن فيها مناولة باليد. قال وهي أرفع أنواع الإجازة وليس فيها تحديث، يعني ما الشيخ بقى مش هيقعد يقرأ كل الأحاديث اللي في الكتاب، لا هو بيروح يديله الكتاب ويقول له إيه هذه مروياتي فارويها عني، أو قد أجزتك أن تروي ما في هذا الكتاب عني. ثم شافهني، أي بالإجازة، أنه يقول له أجزتك بكذا أو بمروياتي ونحو ذلك، أو يروي له عدة أحاديث ثم يقول له قد أجزتك أن ترويها عني. هذا معنى ثم شافهني، أي بالإجازة، وهي السادسة. ثم كتب إلي، أي بالإجازة، أنه يكتب له إجازة معينة في كتاب معين أو في
أحاديث معينة، وهي السابعة. الثامنة والأخيرة: ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، لأن عن تحتمل أن أنا سمعت من الشيخ، وتحتمل أن أنا سمعت عنه بس بواسطة لم أسمع منه مباشرة. إن واحد حدثني عن الشيخ فأنا أقول عن الشيخ مباشرة، لأن فعن تحتمل السماع وعدم السماع. وهذا مثل قال وذكر وروى. الحافظ بعد كده بقى هيبتدي يشرح معنى كل صيغة من هذه الصيغ الثمانية. فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، لأنه بيقول سمعت ما بيقولش سمعنا، ويقول حدثني ولم يقل حدثنا. عارفين الفرق طبعا. وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا. وكذلك الإخبار بالقراءة على الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، سواء الشيخ هو اللي هيقرأ أو أنت اللي هتقرأ على الشيخ. ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. في اللغة التحديث والإخبار واحد، يعني لما الشيخ يقول إيه أو الراوي يقول حدثنا أو يقول أخبرنا هما واحد من ناحية إيه اللغة. هما يسمعان يسمع. وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، يعني برضو من ناحية اللغة. يجي واحد يفرق بينهم من ناحية اللغة يبقى ده في تكلف. لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، فتقدم أو فتقدم على الحقيقة اللغوية. الاصطلاح أصبح هناك فرق بين إيه؟ حدثنا وأخبرنا. حدثنا هو سمع من الشيخ، أخبرنا ممكن يكون أخبره كتابة، فصار هذا إيه؟ اصطلاحا. طيب، وصار عرفا، يبقى في الحالة دي احنا ايه قدمناه على الحقيقة اللغوية. ودي قاعدة برضو كده ايه تحطوها عندكم. مع ان هذا الاصطلاح اللي هو الفرق بين حدثنا واخبرنا انما شاع عند المشارقة ومن تبعه، يبقى هذه التفرقة عند مين؟ عند المشارقة. وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح اللي هو الفرق بين حدثنا وأخبرنا، ما عندهمش هذه التفرقة، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد، حدثنا زي أخبرنا. وده إيه اللي عليه الإمام البخاري. فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى كأن يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا، يقول فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره. ما أقول حدثنا أو سمعنا يبقى إيه ده معناه إن أنا كنت قاعد وسط جماعة والشيخ قاعد بيحدث. لكن لما أقول سمعته أو حدثني يبقى أنا كنت قاعد وحدي فقط مع الشيخ.
وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. يعني ممكن هو يبقى قاعد لوحده مع الشيخ ويقول إيه حدثنا، يقصد تعظيم نفسه يعني، ولكن الحافظ بيقول إيه ولكن هذا يأتي بقلة، يعني إيه مش كتير، نادر لما يحصل كده. وأولها أي المراتب اللي هي سمعت، يعني يقصد سمعت اللي هي في الأول خالص. وأولها أي المراتب اللي هي سمعت، يعني أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة. ما ينفعش أقول سمعت وأنا أكون إيه سمعت بطريق غير مباشر، لابد لما أقول سمعت يبقى أنا قاعد قصاد الشيخ والشيخ بيحدث وأنا سمعت منه، ملهاش أي معنى إيه آخر. لكن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا، يعني ممكن الشيخ يجيز الراوي إجازة سواء بالكتابة أو بأي شكل من أشكال الإجازة، ثم يقول الراوي حدثني، يريد أن يدلس على تلاميذه أنه سمع الشيخ، وهو في الحقيقة لم يسمعه، إنما الشيخ أجازه برواية هذا الكتاب، ولم يسمع هذا الكتاب بالكامل منه، بل وربما لم يسمع حديثا واحدا منه، ولكن الشيخ أجازه به، فيأتي إلى طلابه ويقول حدثنا فلان، وهو لم يسمعه منه بل أجازه، فيبقى هو هنا لما يقول حدثني يبقى إيه؟ يبقى مدلس، لأنه بيوهم الطلبة أن شيخه حدثه بهذا وسمعه منه مباشرة. لكن حدثني قد تطلق في الإجازة تدليسا. وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ. يعني هو الشيخ قاعد بيحدث والطالب قاعد بيكتب الأحاديث التي يذكرها الشيخ، فالشيخ بيملي عليه سواء من حفظه أو من كتابه أحاديث، والشيخ والتلميذ قاعد بيكتب. لما فيه من التثبت والتحفظ، لأنه إذا ما كانش بيكتب وربما ينسى، ربما ينسى، إلا بقى إذا كان هو يعني شديد الحفظ زي الإمام البخاري أو الإمام الشافعي أو الدارقطني، فدول عندهم الكتابة زي عدم الكتابة، هو اللي بيسمعه بيحفظه على طول. والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. احنا قلنا اللي بيقرأ بنفسه على الشيخ ده احنا بنسميه العرض، وهذا زي ما قلنا في اللقاء السابق، العرض كما يكون في الحديث يكون في القرآن، بل الأصل العرض في القرآن. وقلنا أن عبد الرحمن بن سلام الجمحي لما كان أو أنكر على أن الطلبة تقرأ على مالك، وأراد من مالك أن يحدثه بنفسه، يعني مالك هو اللي يقول الأحاديث ليس عبد الرحمن هو الذي يقرأها، فقال مالك أخرجوه عني، طلعوه بره. وبعدين الإمام مالك قال كيف لا يجري العرض في الحديث
وهو يجري في القرآن، وهو أعظم، القرآن أعظم من السنة أو من الحديث النبوي، ومع ذلك يجري العرض فيه، بل الأصل فيه العرض، إن الشيخ التلميذ يجلس ويقعد ويقرأ القرآن على شيخه، مش الشيخ هو اللي بيقعد يقرأ القرآن والطالب يسمع، لا. فالإمام مالك بيقول إذا كان هذا في القرآن وهو أعظم، ألا يجري في الحديث؟ وراح قال لهم طلعوه بره، ده مش عايز لا يريد أن يطلب العلم. فإن جمع كأن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأته لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار. يعني واحد سمع أو قرأ على الشيخ ما يقولش أخبرنا بقى، يقول إيه قرأت عليه، لأنه أفصح بصورة الحال. والترمذي الإمام الترمذي في العلل، لما احنا كنا بنتكلم على إن هل الطالب يقول حدثنا ولا يقول حدثني، فقلنا الفرق إن إذا كان بيقول حدثنا يبقى وسط جماعة، حدثني يبقى هو قاعد منفرد مع الشيخ. الترمذي يقول في العلل وما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، وما قلت فيه حدثني فهو مما سمعت وحدي. الإمام الترمذي نص على ذلك في العلل، في علل الترمذي. طبعا بقى الإمام الحافظ هيخش بعد كده في في القراءة على الشيخ، والفرق بينه وبين الأنباءنا والإنباء ونحو ذلك، فإذا نرجئه إلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حد عنده سؤال؟ المشارقة اللي هم كانوا يعيشون في المشرق، زي كانوا يعيشون في البصرة وفي بغداد وفي الكوفة، زي مين؟ زي الخطيب البغدادي، الحافظ ابن عساكر، الدارقطني، كل هؤلاء كانوا يعيشون في المشرق. المغاربة زي مين؟ زي الحافظ ابن عبد البر. حافظ ابن عبد البر ده إمام أهل المغرب، وغيره كثير، وابن حزم، حزم من أهل المغرب. فالمشارقة ساعات بيبقى لهم كده المغاربة ساعات بيبقى لهم مذهب معين أو مذهب خاص بهم. حتى احنا بنجد في الكتابة الخط المغاربة يختلف عن خط المشارقة في أشياء كثيرة، ولا يستطيع قراءته إلا من تعود عليه. فالمغاربة كده لهم حاجات واصطلاحات خاصة بهم، يعني زي ما قلت لكم المغاربة زي ابن عبد البر وابن حزم وغيره. يعني قاضي عياض برضه كان من المغاربة، فأئمة كثير يعني. هذا المقصود بالمغاربة والمشارقة. في مجلس الحديث الذي عقل بس المباشر يعتبر أيضا بطريقة الأداء والتحمل لبث المباشر ولم يكن في المجلس؟ أنا لا أرى أنه يعتبر من صيغ التحديث، أو أن هو يصح أن يروي الراوي
من طريق البث المباشر إلا في حالة واحدة، كأن يكون العدد كبيرا وهو يحضر في نفس المجلس لكنه لا يستمع، فيضعون مثلا شاشات بميكروفون حتى يستمع الطلبة ولكنه يجلس في المجلس، فهذا يجوز له أن يروي عن الشيخ طريق البث المباشر. أما أنه يجلس في بيته والشيخ يقرأ ويقول أنا كده بروي عن الشيخ، ما لا أرى هذا، والله تعالى أعلى وأعلى. في حد عايز يسأل سؤال آخر؟ الفرق بين ايه؟ انبأني ناولني، شافاني اي بالإجازة. طيب أنبأني لا يشترط فيها أنه يسمع من الشيخ مباشرة، لأنه لو سمع من الشيخ مباشرة فينبغي أن يقول حدثني أو سمعت أو نحو ذلك. فأنبأني ممكن ينبئه عن طريق مثلا أن يرسل إليه كتابا، أن يرسل الشيخ إلى التلميذ كتابا، أو يحدث أحد التلاميذ ويقول له حدث فلانا بهذا فتدخل تحت قوله أنبأني. وكذلك الإجازة، إنه إذا أجازه برواية كتاب معين أو مجموعة من الأحاديث فتدخل تحتها كلمة أنبأني. ناولني كما قلت أنه هذا الكتاب فيه أحاديث لي، أناولها لك بيدي وأقول لك ما في هذا الكتاب من الأحاديث ارويها عني، هذه تسمى مناولة، لأن المناولة تكون باليد. الشرط تلفظ يصير، أو لو أعطاه مثلا مباشرة بيدي أن يقول أجزتك عن الرواية عنه، وأعطاه مباشرة. أعطاه مباشرة؟ هذا كتابي مخوف. لا، لابد أن يقول له هذا الكتاب رويه عني، لأنه إذا قال له خذ فقط فربما يقول له خذه احمله مثلا، لابد أن يصرح فيه بأحد ألفاظ التحديث أو أحد صيغ الأداء، يقول له خذ هذا أو أناولك هذا الكتاب وارويه عني، فتسمى هذه المناولة. ثم شافهني بالإجازة، أقول لك قد أجزتك برواية البخاري عني، أو أجزتك برواية جميع ما أرويه عن مشايخي. شافهتك أي صدر الكلام من فمي إليك وأنت تسمعه، ولكن ليس فيه أن أنا أحدثك حديث تلو الحديث، لا، أنا بعطيك الإجازة عامة أو إجازة برواية كتاب معين، برواية كما ذكرت البخاري، مش هقعد بقى أقرأ عليك البخاري كله أو أنت تقرأ عليه البخاري كله، لا، أنا بقول لك أجزت لك أن تروي البخاري عني، هذه معنى ثم شافهني أي بالإجازة. فعرفت الفرق بين أنبأني وناولني
وشافهني بالإجازة. علمت؟ طيب حد عنده سؤال آخر؟ لا لا لا، هذا قد تجده في بعض كتب الحديث، تجده في بعض كتب الحديث. خلاص، مع عصر الرواية انتهى، لا يوجد الآن هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إيش؟ لا بأس، لا بأس.